بشر مبروك المشاهدين الكرام، رمضان مبارك سعيد. كيدير الاحوال ديالكم؟ كي مرت الايام الاولى ديال رمضان؟ فكنتمنى تكونوا على خير وبخير، ويعني فطوركم يكون مزيان وتكون فواحد الشهيه ويكون فطور مغربي. كنظن الاختلاف لواحد مجموعه من العلماء والخبراء على التوقيت الزمني لممارسه النشاط البدني اثناء رمضان. وهنايا كيطرح واحد السؤال، لان هناك الرياضه المنظمه اللي هي كتلعب في الانديه وفي الجمعيات اللي كتشارك في العصاب، عندها مناهج وعندها كذلك جرعات تدريبيه اللي كيصار عليها معدين بدنيين او مدربين، وبالتالي كيعرفوا التوقيت الزمني المناسب لرمضان. وهنا كيطرح سؤال الاكراه ديال الملاعب وعدم التوفر ديالها، واش تكون قبل الافطار؟ لان كاين بعض الرياضات اللي قبل الافطار لانها غياب الاناره وغياب واحد مجموعه من الامكانيات. وهناك رياضات اللي كتكون ما بعد يعني صلاه التراويح اللي كتمارس كرياضات داخل القاعات، منها الرياضات يعني الحربيه وكذلك الرياضات الجماعيه، كره الطائره، كره السله، كره اليد، الى مجموعه من الرياضات الاخرى. ولكن هناك رياضات شعبيه اللي كتمارس يعني في اوقات قبل يعني التوقيت الزمني. نجيو للظاهره اللي كتكون يعني بعض الناس اللي كيمارسوا النشاط الرياضي ولكن غير مقنن، ولكن طيل الموسم الرياضي ولاو كيوعوا بهذه المسؤوليه وكيعرف التوقيت الزمني ديالو، وهذا لا خوف عليه لانه كيكون عنده واحد التدريب ومتاقلم مع الاجواء ديال الرياضه وعنده الجرعات ديالو، وبالتالي كيعرف كيفاش يدبر شهر رمضان، وخاصه يعني غنتحدثوا عليها من بعد. هناك الرياضات الغير مقننه وخاصه الناس اللي كيجيو ايام رمضان وكيبغي يديروا النشاط الرياضي البدني، وبالتالي كيبقاو يديروا واحد المجهود بدني وعضلي اللي كيمكن ياثر لهم على الصحه ديالهم وعلى السلامه ديالهم، وخاصه ان شهر رمضان نعرفوا كيكون عندنا واحد النقص ديال واحد مجموعه من المواد اللي هي مهمه، وهي المواد السكريه اللي كتكون اللي هي الاساس ديال الطاقه، وبالتالي هادو خصهم يكونوا يعني واعيين بهذه المساله. ولهذا يعني هذا البرنامج هذا تخلق وهذه الاسئله كطرح باش على الاقل دير تمارس التوعيه داخل هذه الرياضات. كيبان لي بان الناس يعني الان بهذه الوسائل ديال الشبكه الزرقاء ولاو كيعرفوا ان التوقيت الزمني المناسب وهو قد ما قربنا للفطور قد ما كيكون احسن، لان كتكون عندنا واحد الرغبه، واحد المجهود غيكون قليل، وبالتالي عندنا مباشره يمكننا نشربوا الماء ويمكننا ناخذوا السكريات ديالنا وناخذوا نرجعوا الطاقه ديالنا، وبالتالي ما غيكونش عندنا ضرر. ولهذا من الاخوان انا كنتمنى الناس اللي هما غير 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 منظمين في الرياضه انهم يعرفوا ثلاث ايام الاولى لابد ان يتركوا الجسم واحد التوقيت زماني باش يتكيف مع 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 الاجواء رمضان، والجسم يعرف كيفاش ان الماء غيكون عنده نقص سكريات ناقصين. وكذلك في الايام الاخيره ديال رمضان خاصة الخمس أيام الأخيرة لابد من النقص من 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 التدريب بالناس اللي هما كيلعبوا في الجمعيات الرياضية وغير ذلك، خصهم كيعرفوا هذا الشيء. والناس اللي هما يعني غير منتظمين على النشاط الرياضي، فأما من الأحسن أنهم يوقفوه نهائيا ويتركوها للصلاة، وكذلك أنهم يكونوا في عملية الخشوع، لأن الجسم في الأيام الأخيرة ديالو كيكون عنده واحد المنسوب ديال الأنسولين نازل بزاف، وبالتالي يمكن يعطي واحد الضرر. ولهذا الرياضة خلقت من أجل يعني حماية البدن وليس بضرارة البدن.